بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بأولياء أمور المتفوقين الأوائل بجامعة المنصورة، ونبدأ حفلنا هذا بطابور العرض. يتفضل طلاب الأوائل لكلية الطب. كلية التربية، الخريج إيناس، تفضل دكتور عادل. الأول الخريج إيناس أبو المجد أمين عقل، الأول على قسم علم النفس التربوي عام. الخريجة ريهام السيد عيد سلامة، الأول على قسم العيوم البيولوجية والجيولوجية عام. الخريجة الشيماء محمد علي عمر، الأول على قسم التاريخ عام. الخريجة هند محمد فاضل، قسم العلوم أساسي. الخريجة هدير عبد العزيز مصطفى، الأول على قسم اللغة العربية تعليم عام. الخريجة سمر أمير رضوان، الأول على قسم اللغة الإنجليزية عام. الخريجة أمل مجدي عبد اللطيف. الخريجة أمل مجد عبد اللطيف، الأول على قسم الجغرافيا عام. الخريجة دينا المتولي إبراهيم عمر، الأول على قسم الدراسات الاجتماعية أساس. الخريجة ريم أحمد محمد عبد العال، الأول على قسم اللغة الفرنسية عام. الخريجة ولاء سامي فريد العوضي، الأول على قسم اللغة العربية أساسا. الخريج رضا محمد علي حسن البيومي، الأول على قسم اللغة الإنجليزية أساسي. والآن تتفضل السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، كده عايز يقولها لحضراتكم، يتفضل الدكتور. النهاردة وده وليد اللحظة ووليد الساعة كبادرة، يعني أولا أنا فرحان بالشباب والله، يعني سعيد بيهم، ويعني حاجة تشرف وتفرح.
ومرة تانية تحية لكل الآباء والأمهات اللي موجودين في القاعة، لأن هم يستحقوا التعب يعني. النهاردة بقدم لكم هدية، وفعلا احنا ما كناش مرتبين لها، يمكن الدكتورة مجدة رفاعة بقدم لها التحية كبيرة على الشغل اللي هي عاملاه معانا. فهي كانت عاملة فكرة وقالت لي نعملها دلوقتي، فهنعملها دلوقتي. هي هدية أن نعلن عن مبادرة اسمها راقي بابتكاراتي. رصدنا مبلغ 100,000 جنيه لكل الشباب المتفوق، لأصحاب الابتكارات من الخريجين اللي موجودين النهاردة في مجالات الطاقة المتجددة، تكنولوجيا إعادة التدوير، تكنولوجيا الإنتاج الزراعي. ده طبعا مش هينفع لكل الخريجين، إنما اللي يتناسب معاه. دي فكرة بحثية، دي أول حاجة بنعملها للشباب المتفوقين من الخريجين. جايزة 100,000 جنيه لأي واحد يعمل بحث قوي في الثلاث مجالات دول: الطاقة المتجددة، تكنولوجيا إعادة التدوير، تكنولوجيا الإنتاج الزراعي. والفرصة قدامكم إن شاء الله، وتتوالى بإذن الله الأشياء اللي ممكن نقدمها لأبنائي شباب جامعة المنصورة اللي أنا بتشرف بيهم فعلا في كل حتة. ربنا يوفقكم جميعا، وألف شكر. شكرا لأبنائنا الخريجين، ألف مبروك لأولياء الأمور. ممكن الخريجين يصعدوا على المسرح مع السيد الرئيس والسيد النواب، ياخدوا الصور السيلفي والصور كلها زي ما بتحبوا يعني. تفضلوا.